كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان أقدر أحسه. إنتي لسه قدامك شوية يا دينا على ما توصلي للي أنا بتكلم فيه ده. طب أقولك على حاجة؟ إنتي عارفة إن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه ولونه إيه ومنين كمان من غير ما أشوفه لمجرد إني ألمسه؟ لا. إيه مش مصدقاني؟ لا طبعا. إيه الغباوة دي؟ طب هقولك على حاجة، مش إنتي جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ آه. أنا أعرف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وأنا هغمض عينيا بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيدي هو نوعه إيه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في أي اسم السيشن ده فور فري ليكوا أنتوا الاتنين. فاين. ولو إحنا بقى اللي غلطنا؟ هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجة. أوكي. مش للدرجة دي. يا ستي سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. الله يكوني شايفة. هاتي إيدك. وريني بقى. ده حجر أبيض من سيوة. ده حجر من سيوة. أسود. جبتي منين الحجر ده يا أروبا؟ واخداه من عند جدتي. واضح. خلي بالك منه، ده غالي قوي. طب استنى. خلاص استنى. ده حجر من عندي، بلاش غش. لا ده انت فظيعه فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب. لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه. مش يلا يا جماعه نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي. لازم تسندي ايدك على الترابيزه علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكره حاطه لك الكراتين وانا هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عامله ايه الحاجه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادي احنا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير. انا هبقى اطلبها تطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ هديم طلع عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت، هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلمي. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامه. ربنا يخليكي لينا ولينا. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين، كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه، ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانة تشكيلية هايلة، هي اللي بتعملي التصميمات دي. حلوة. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغلي في الورشة وهطلع اقعد مع محسن شوية في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي. اوكي يا حبيبي. باي. باي.
لو قمت من على الكرسي يا مروان هتقعد 5 دقايق زياده. انا عايز مامي، انا عايز مامي. مفيش مامي، اقعد على الكرسي ولما تقضي ال5 دقايق وتبطل زن ممكن تيجي المامي وممكن نتكلم. ولد كده ممكن يتعب. لا ما تقلقيش، مروان طفل عنيد وانتي وبابا السبب، لان انتوا عودتوا له اي حاجه في الدنيا ممكن ياخدها عن طريق الزن. انا بصدع من العياط. هو ذنبه ايه بس ان انتي بتصدعي؟ بصي يا ريم، انا حاليا بغرس في دماغه فكره ان الزن عمره ما هيجيب نتيجه، بل بالعكس هيزود العقاب. اوكي يا ساره. انا عايزه افهمك حاجه، مخ اي طفل عباره عن هارد ديسك صغير، كل التصرفات وكلام اهله بيتخزن جوه وبيتصرف من خلاله. انا اللي بعمله دلوقتي ان انا بحاول اشيل كل المعلومات اللي في دماغه دي واغرز مكانها معلومات جديده، وده هياخد وقت، فما تقلقيش. سوري يا ساره، ما تضايقيش ان انا بسالك كتير. لا خالص ولا يهمك. هو فعلا الولد سكت فتره قليله قوي، بس لما جابت نتيجه هايله. ما تشكرينيش، ولسه هتشوفي النتيجه احسن. المهم انت وبابا تعملوا كل اللي قلت لكم عليه. اكيد. يلا يا مروان تعالى. برافو، شاطر يا مروان. ممكن اروح حتى ولد؟ تعالى انا هودي. لا لا خليه، هو عارف. اوكي. اتفضلي اشربي القهوه. ميرسي يا ساره. احنا كده خلاص خلصنا النهارده، نقدر نقعد براحتنا. لو عوزتي اي حاجه يا ريهام كلميني. ميرسي يا ساره، شكرا. هابي ايه ده؟ حبيبتي ايه ده، انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ماما انا وبابا جبنا لك حاجه صغننه. مروان فين؟ جاي. حبيبي ميرسي يا مروان، هات بوسه. انت متفق مع مامتي؟ تعالى هات بوسه. ميرسي. هيجي امتى بابا؟ ايه ده ميرسي يا ريهام. بابا بقى طنشك ومش جاي. لا طبعا ما يعملهاش. انا عارفه يا حبيبتي، هو بيموت فيكي، بس هو غصب عنه، واحد صاحبه عمل حادثه وهو معاه في المستشفى. يا حرام. الله يا ماما، حلوه قوي. مبروك عليك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي، بجد انا اتأثرت جدا. يا حبيبتي مبروك عليك، عجبتك قوي بجد، تحفه. مش هتعرفي ذوقي. ذوقك انت بس، لسه هديه بابا جايه صح؟ لا هي هديه واحده. لا مفيش هديه. ميرسي يا ماما بجد، ميرسي قوي. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو سو. حبيبتي هابي بيرثدي تو يو. الله حلو، ايه رايك يا ماما؟ هايل، يجنن. حلو قوي. هو حلو. حلو. بس ممكن تفرجنا حاجة تانية؟ تحت أمرك يا فندم. إيه رأي سعادتك في ده؟ بس ده ما فيهوش فص. يا هانم يعجبها الخاتم الأول وبعد كده نركب له أي فص. على فكرة يا عماد، مسيور ريمون الجوهرج الخاص بتاع العيلة بتاعتنا من 15 سنة. 17 سنة يا هانم. لو سمحت، ده عامل كام؟ ده عامل 12,000 جنيه. من غير فص وب 12,000 جنيه؟ 12,000 جنيه مش خساره في جان، وبعدين كنوز الدنيا كلها ما تغلاش عليها. طبعا. طيب انا ممكن تفرجني حاجه تانية؟ تحت امر سعادتك يا فندم. انا كنت عايز حاجه. انا عايزه حاجه ايراد مقفول على بعضه. فيه موجود يا فندم، سلت. الله ده حلو قوي، تحفة. ايه رأيك؟ هايل، تحفة. حلو. عامل كام ده؟ 48,000 جنيه. مش كتير. انا عايزة سيل. هو معاه الجرانتي بتاعه؟ طبعا يا هانم، معاه الجرانتي بتاعه. تحت امرك يعني. تحفه يا مامي. حلوه قوي قوي. بعدين الشبكه هديه العريس للعروسه، والشبكه قاعده لكم في بيتكم ولا ايه؟ هي يعني تحفه صح. ميرسي يا مامي، ميرسي. حلو قوي.
انا بحب اعمل الاسبريسو تحديدا بنفسي. اتفضل. ميرسي. انتي بتجيبي البينز بقى من فين؟ فرنسا. هجيب لك منها لازم، بس جربها الاول. اكيد طبعا. بتحبي فرنسا بقى يا هبه؟ اه بحبها قوي، ده غير ان كل شغلي هناك. انت اكيد بتحب فرنسا. انا بابا كان قنصل هناك، عشت معاه 5 سنين ورحت وانا عندي 12 سنه تقريبا. بس اقول لك على حاجه، انا بحب مصر اكتر من اي بلد في الدنيا. وانا برضو، بس بحب السفر قوي. على فكره الاسبريسو ده عظيم. ميرسي. الميل وصل البنك والتحويل وصل يا فندم. ماشي اوكي. اوكي انا كده هشوف الفيدباك ايه واقول لك. ماشي اوكي. ميرسي على الاسبريسو العظيم ده، ويا ريت تسمحي لي ان انا اعزمك مره على الاسبريسو. اوكي اوكي اكيد. اوكي ماشي. خلاص خليكي خلاص والله انا عارف انك. اوكي اوكي باي. ماشي باي. الو انت فين يا هيب؟ انا في الشركه يا بابا. مكتب. ربنا يخليهولك يا اختي وياخدك منا كمان وكمان. اسمعي، اتصلي دلوقتي بامك. اتصلي بيها على المحمول، عايزاكي دلوقتي حالا. يلا. ليه يا حاج؟ يا مش عارفه تتصل بالموبايل؟ موبايل. موبايل يا بنت، ما انت عارفه يا اختي ده ما بتعرفش حاجه. ماشي يا حاج. الواد عوض. الواد عوض السواق يخرب بيتك يا عوض. الواد بيقعد تحت العربيه فين؟ يا ده المخ عيال. ويسخف ويسخف يا عوض. يا عوض يا بابا. والله هيعطلني واد المكال. الحقيقه انا مش مستني سي في ليكي، انا عارفه كويس قوي. بس انت سبتيهم ليه؟ لا مش انا سبتهم، هما اللي مشوهم. يا سلام، بروديوسر برنامج يومي وناجح ويمشوكي كده بالسهوله دي؟ شريف انت بتتكلم كانك مش عارف حاجه. انت عارف كويس جدا ان سياسه القناه اتغيرت والاونر اتغير، وطبعا جاب توجيهات جديده انا اختلفت معاهم فيها فاتخانقت فمشوني. والله البلد كلها بقت حالها كده. بقول لك ايه؟ ايه للاسف انا ما عنديش ولا برنامج سياسي فاضي ملوش بروديوسر، بس عندي برنامج واحد بس اجتماعي اسمه قعده ستات. ما اظنش ان هو هيناسبك، لان اللي بيشتغل سياسه ديلي ما بيعرفش يشتغل النوع ده من البرامج. طيب ما انا ما بقولش ان انا عايز اعمل برنامج سياسه بحت، يعني احنا ممكن تكون في فقره سياسيه، يعني ممكن نعمل سيجمنت جوه البرنامج. يعني فكره، بس مين هيقدمها؟ اكيد راجل طبعا. ايوه مين يعني الموجود على الساحه دلوقتي ينفع يقدم حاجه زي كده؟ استني استني استني، كل الناس قالوا لي اتفرج على قعده الحلقه دي. لا هو انت واضح انك مش هتتلم الا لو قمت ضربتك بالجزمه. اتلم ايه يا استاذي انت يا حبي؟ ممكن نهدى شويه. نهدى حبي. ايه الراجل المنسوي انت؟ ايه حبي اللي انت بتقولها دي؟ انت بتقول ايه دي؟ اخلاق سفره دي؟ اخلاق سفره؟ انا دلوقتي مش سفير، انا سافر مع الحلقه. فعلا زي ما بتقول. زي ما بقول سافر يا حبي. حبي تاني. انا حاسس ان انا لو سمحت لو سمحت انا هوريك. هات بس هديه عشان ملهاش ذنب. توريني توريني. انا هوريك. الراجل ده فظيع جدا. انت مش عارف على مين. بس تخيل الناس بتحبه رغم انه بيطلع قليل جدا. طب ايه رايك ان هو اللي يقدم البرنامج؟ انسي. انتوا مش عايزينه؟ احنا عرضنا عليه قبل كده بس هو رفض. ده بيجي ضيف العافيه. ايوه بس دي تبقى خبطه جامده جدا. طب ما تديني فرصه ان انا احاول اقابله واقنعه. طب بصي يا انا هعمل معاكي ديل. ها. لو قدرتي تجيبي الراجل ده وتشغليه معانا في البرنامج ده يبقى البرنامج ده ملكك وبتاعك. ايه رايك؟ تمام. لا مش تمام. ليه؟ لانك مش هتعرفي تجيبيه. الراجل ده ما بيرضاش يجي وما بيرضاش يشتغل مع حد، واحنا عرضنا عليه قبل كده كذا مره ورفض. وكان برنامج سياسي اسبوعي، فما بالك بقى لو جاي برنامج اجتماعي نسائي يومي؟ مستحيل. شريف هقول لك كلمه واحده بس. انتوا حاجه وانا حاجة. ماشي قدامك اسبوع. لا اسبوع ايه؟ انت بتقول لي صعب. مفيش غير اسبوع عشان عايز اطلع هوا بسرعة. من ده عرفت ان الموضوع النهارده عن النكد او الزوجة النكدية. فواحد بيسألني بيقول لي ايه الموضوع بتاع النهارده؟ قلت له الزوجة النكدية. قال لي ايه؟ هو في زوجة مش نكدية؟ وبعدين قال لي طب ايه رأيك؟ صح في زوجة مش نكدية؟ عملتوا ايه؟ طب
اختارت بس ما اشتريتش. على فكرة خطوبة بنتك بعد اسبوع. ما هو ادى لسه ياخد بوزت، بس البي ما كانش معاه فلوس. ليه يا؟ هي بكام؟ ب62,000 جنيه. طب وجاب المبلغ ده ان شاء الله منين؟ انا ماليش دعوه هو يجيب المبلغ منين، انا ليا بنتي لما تحب حاجه تيجي لها. طب وهي فين؟ وصلوني وراحت تقعد معاه شويه. عشان يتخانقوا مع بعض وتعمل زي اخوها. امجد هو اتخانق مع مراته تاني؟ ايوه، وهو متنيل جوه. ليه؟ في ايه؟ قولي. عندك جوه اساليه يا امجد. امجد ازيك يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ فين مراتك وابنك؟ غورتها عند امها. ليه؟ العادي بتاعها، قلت ادبها وشتمتني. والسبب؟ ماما كبري دماغك يا حبيبي. قولي في ايه؟ انت السبب يا ماما، عشان كلمتيها وما سالتش على مامتها، ولا كلمت مامتها اطمنتي عليها. طب ما احنا من اخر مشكله متفقين ان احنا هنقتصر عن بعض. انت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما تقولي لها هي قفلت من هنا، وامك عملت، امك سوت، وامي وامك كترت في الكلام وشتمتكم. شتمتنا؟ كلم ابونا يكلم ابوها. بابا بعد اذنك، مفيش ابونا المره دي، بيقعد وما بيعملش اي حاجه، بترجع زي الاول، مفيش فايده. يا ابني اختك خطوبتها كمان اسبوع، مش عايزين فضايح وراس السنه. انتوا ليه مصممين تنكدوا على ادم؟ هو عشان الفضايح يطلع عين امي؟ انما يطلع عين ابونا احنا عشان ما جايبك المنيله. هطلقها. هتطلقها؟ انت عبيط يلا، احنا في عندنا طلاق. خلاص يا بابا انا اسف، هننفصل. حلوه كده؟ هننفصل، وبعد يومين تيجي زي العيل وتقول لي عايز اشوف ابني، احسن جراله، احسن حصل له، قرفتوني بقى. حاجه تقرف. ممكن افهم في ايه؟ كل ده علشان الشبكه؟ ده انت جان، من فضلك احنا مش متفقين يا عماد. انا قايل لك تفهمي مامتك قبل ما نروح ان احنا هنجيب حاجه في حدود 30,000، مش 60. منين يا جان؟ مش فاهمه ماما ايه علاقتها بالموضوع ده. انا اللي اخترت والخاتم عجبني. منين ما انت عارفه؟ انت مش معاك بقيه فلوس القرض؟ ايوه، بس ده عشان اوضب بيه الشقه والفرح، مش الشبكه. افهم يا عماد، انا عايزه اثبت لماما وبابا ان انت بجد بتحبني وعايزني وشاريني، وانا الطريقه دي هي اللي تناسبني. اولا انا مش هقعد اثبت لهم طول الوقت ان انا عايزك وبحبك وشريكي. ثانيا المهم انت عايزه ايه؟ انا عايزه كده، وعموما انا مش عايزه حاجه. جان. نعم. ادي انا هعمل لك اللي انت عايزاه. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه انزل. ممكن؟ مش هسيبك. هتعملي ايه بالليل؟ مالكش دعوه. هكلمك لما تبقى تكلم مامتك الاول وتاخد منها الاذن تجيب الشبكه ولا لا. وبقولي ايه علاقه امي بالموضوع؟ محدش بيدفع لي حاجه يا جان. انت فاهم قصدي كويس. ابعد بقى. ايوه ماما. هي جنبك؟ انا لوحدي يا ابني. هو انت قليل سايبها هي وامها يتنططوا عليك كده؟ مش هينفع. ولو هي صيدلانيه انت محاسب قد الدنيا. وبعدين هو انت تعبت عليهم في حاجه؟ ماما خلاص ارجوك يا ابني. انا مش عايزاك طرطور. ماما بعد اذنك مش ناقص قرف. انا بس اللي بتشخط فيا. خلاص اشبع بيها. هناء. ايوه يا حاج. حضري الطبليه للحاج، طلعي صينيه المكرونه من الفرن وحضري الاكل، زمان الحاج جاي. حاضر. صباح الفل يا ست الكل. صباح الفل يا حبيبتي، جيتي في وقتك. خدي اشيل السكر. يا ماما بتاكلي بس انت وعايزاني اسلك السكر. انت كمان هتنقي في اللقمه اللي انا باكلها يا بت. ما قلنا بلاش بت دي. ما انت عايزه تعلمينا نتكلم ازاي ونقول ايه يا مضروبه؟ يا حبيبتي انا اقدر. دي ما كانتش حتى جامعه امريكيه دخلناها لك. ما تقوليش كده، انا بنتك. يا الله. الحاج دي. سلام عليكم. عليكم السلام يا حاج.
يا بنتي موقفه ليه عربيتك في وسط الشارع؟ وسط الشارع يا بابا. ما هو لو اتخبطت انا اللي بصلح. انت يا اختي بتفعي حاجه؟ ربنا يخليك ليا يا حاج. ربنا يخليك ليا يا حاج. هو فين الاكل؟ الاكل يا وليه. تعالي يا اختي تعالي. صلاه الناس. عندنا ترابيزه سفره. انا مش فاهمه الطبليه ليه. هو الحاج متعود على كده. احنا كمان هنقل مزاجه في الاكل. وبعدين انا شفت في برنامج معرفش اسمه ايه ان الاكل على الطبليه حلو للمعده، بيعمل ريسيكليشن كده. ريلاكسيشن يا ولية، ريلاكسيشن. الباقي ايه ده؟ الترابيزه هي الطبليه. يلا بقى تعالي تعالي يا اختي تعالي. افتحي نفسي يا بنت وقعدي تاكلي. بابا ماليش نفس. يا بنت بقول لك اقعدي. الله ما تقولي لها يا ولية. اقعدي يا اختي اقعدي. اللهم صل على اللهم ديمها نعمه اللهم ديمها نعمه. خدي بقى دي افتحي بقك. افتح بقك هي دي. افتح بقك يا بنت بقول لك افتح بقك مش عينك. ها يلا 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 الله. عامل ايه في الشغل؟ عبدك ابراهيم كويس كويس يا بنت. تقول احمدي ربنا احمدي ربنا قول الحمد لله حد لاقي شغل دلوقتي. قولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا وليه ما تشغلنا حاجه يا وليه بدل اللي بينطلوا تركي دول. ده مسلسل تركي وده جلب بالسوري. ده حريم السلطان. حريم السلطان يا حريم السلطان يا حريم. شوفين يا ولية فيلم عربي ابيض واسود، فيلم قديم من بتوعنا اللي على القناه اللي الكاسكيكيكي ديت. يلا بدل حريم السلطان دول وغطانه. يلا يا ولية. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. يحضر لك الخير يا اختي. هو ده هو ده هو ده. تعالي بقى تعالي اقعدي تعالي اقعدي بقى افتحي نفسي. ما انا ليا نفسي نفسي ونفسي. يلا يا جميل يلا بسم الله. يلا افتح بقك افتح بقك. خليه يقعد هنا يفتح بقك. يلا افتح بقك يا جميل. طب ليه بتفتح بقك مش مناخيرك؟ ايوه. يا ولية زلطي زلطي عشان تكبرها يا اختي وتلزلطي. يا جميل يا حلو انت. اي حاجة البنت جوه بنت مين؟ افتح بقك افتح بقك. كان بحب تكبر الفقر. البنت دخلت بقك. واحدة تانية كده هتغبغب يا جميل. ما تبوظيش بقى. يلا اطفحي اطفحي. هلو ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المزيكا الحلوة دي؟ انت فين؟ انا مع داد بنتغدى برا. ايه الصدفة دي؟ انا مع بابا وماما بنتغدى في الفيرمنت. انت فين بقى؟ احنا في مرض ستيك هاوس اكيد. طبعا طبعا اكيد. بقولك انا بعتلك ميل فيه فيدباك لطيف قوي. الناس كلها بتشكرني اني دخلت البراند ده في الفروع عندي فقلت اقولك. يا زلاطي زلاطي عشان تكبرها. ايه ده في حاجة ولا ايه؟ لا ولا حاجة. حتى حشوفي ميرسي يا دولة. لا العفو على ايه ميرسي لك انت. بقولك انت هتعملي ايه بالليل؟ النهاردة رأس السنة. طبعا طبعا معزومة على هاوس بارتي عند واحد صاحب بابايا في المعادي. اوكي انا كنت هقول لك تعالي نسهر مع بعض. لا مش هينفع. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. باي.
الصعب. انت ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحلة القذرة دي. مرحلة ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت؟ يا مراهق يا قذر. في ايه يا هدين؟ ما تلم لساني. وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحدة؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسة انك مش عايزني. واذا كنت ما بتخنيش يا استاذ لان ما جاتلكش الفرصة. انت كل يوم بتنزل من نظري. يوه انا زهقت من صوانة النكد اللي شغالة عمالة على بطال دي. يا شيخة بطالي نكد بقى هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر ولا اعمالك الوسخة دي قرف زبالة. يا غوري بقى. صباح الفل يا آية، فينك يا بنتي؟ موجودة عليا بس مشغولة شوية. بقولك أنا كنت عايزة منك خدمة. أؤمري يا أستاذ، أنا نفسي أساعدك في أي حاجة. ربنا يخليك يا حبيبي. بقولك أنت تعرف تجيب لي نمرة حمزة البسيوني؟ أصل أنا جبت له بتاع 5 6 أرقام مش عارفة أوصل له اللي مقفول واللي غلط. أنت بتضحك على إيه يا ابني؟ لأن حمزة البسيوني معهوش موبايل، عنده رقم بيت بس. بيرد عليه بالعافية، ده بيبقى يوم اسود لما بيكون ضيف عندي في البرنامج. ماشي، هو يوم اسود فعلا. طب انا عايزة رقم بيته. من عينيا، دقيقتين وهبعتهولك على الموبايل. او عايزة منه خدمة تانية. عايزة تعرفي عنه ايه؟ برافو عليك انت فاهمني. عايزة اعرف كل حاجة. عايزة اعرف هشوفه ازاي ولا اقدر اقابله ازاي عشان عايزة اتكلم معاه. انا ما انصحكيش بكده، لانه رخم قوي في معاملته. بس على العموم اديني بس لغايه بالليل وهجيب لك معلومه. مرسي على ربنا يخليك ليا بجد. انت تؤمري. وكل سنه وانت طيب يا سيدي. سنه سعيده عليك يا رب، والسنه الجايه تكوني ماسكه اكبر برنامج في النايل سات كله. من بقك لباب السماء يا علي. يلا حبيبي ما تنساش بس صحيح اللي طلبته منك. هكلمك بالليل يا استاذه. اوكي يلا باي باي. باي. بس سمعت ان هديل اتجوزك بجد؟ قابلت سيف من فتره في الشارع. ما تغيرتيش يا جان فعلا؟ طب بقول لك ايه، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم. عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. انا بقالي فتره. انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا. يا ولادي مش ممكن كده. في حد بيتكلم يا حبيبي.
بنتي الدنيا ماشيه اهي، من الشغل البيت ومن البيت للشغل. تعالي تتجوزتي؟ طبعا يا بنتي، ده انا عندي بيتر ومينا دلوقتي. ما شاء الله عندهم 5 سنة. يا حرام، لسه هوبلي زي يا بنتي انا خطوبتي الاسبوع الجاي. ايه ده، مخطوبه لحد نعرفه يعني؟ لا ده حرام. يا ده نميمة جوه. يلا يلا كل جوه. تعالوا تعالوا، ده انا مبسوطه جدا. واحنا كمان كل سنه وانتي طيبه. هديتك اهي، ياكش اطمه. ميرسي حياتي. بصوا بقى، قبل ما نرغي حد يكلم هدي، انا ما عنديش نمرتها. وانا كمان ولا انا عشان نمرتها ما اعرفش عنها حاجه، حتى ما شفتهاش بالصدفه. يا خساره. مش ممكن تفتكروا هي؟ مستحيل. الجو جامد خساره. مش ممكن يعني. وانت يا لو قولي لي، ايه اخبارك ومامتك عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، قاعده مع اخويا في دبي. مش اتجوز؟ لا بجد. قولي لي انت، باباكي ومامتك واخوك عاملين ايه؟ تمام، كويسين نشكر ربنا الحمد لله. اخوك اتجوز؟ يا بنتي، ده عنده ادم دلوقتي 4 سنين. ما شاء الله، متجوز حته دين واحده مطلعه عينه، وهي دي اللي علمته الادب. كان بتكرهه. هي ساره راحت فين؟ تعالى انا هنا اهو. الدوشه دي، هو مين كان بيخبط ده المحور؟ ما دخلتهوش ليه يحتفل معانا بدلها دي؟ يا سفله. والله عندها حق، على الاقل يا اختي دي الراجل ودي حته بدل القعده الناشفه دي. ماليش ايه بلا قرف، القعده دي احلى قعده، انا مبسوطه جدا، ده احلى اجمال في حياتي. عشان تعرفي بس ان احنا فاكرين مش ناسيين. طب حد يقولي بقى، كل واحده فيكم تقولي افتكرته ازاي؟ انا شخصيا مش فاكره اصلا افتكرت ازاي. طول عمري مش فاكره. محدش فينا يتكلم، لازم ندور على هدير، ما ينفعش كلنا نبقى مجتمعين وهي لا. انا جيت. وخشيني وفجاه مش عارفه ايه اللي بيحصل. قولي بقى بنتي في ايه؟ وفجاه فجاه انت كنت عارفه صح؟ كنت عارفه. وحشتيني. حضن بقى على الناس. ايه ده، ما حضنوش بقى قبل كده ولا ايه؟ انت يا بنتي، انت كنت فين؟ فين حياتك انت؟ مفيش، عايشه. اتجوزت؟ لما اتجوزتي يبقى لازم في كآبه. طبعا يا حبيبتي في كآبه. شكلي مش كئيب ولا ايه؟ طيب قبل ما نرغي، تحبوا تشربوا ايه؟ اي حاجه. دايسه في اي حاجه دي. لا بجد، عندي شاي وعندي نسكافيه وعندي واين وعندي بيره. مين فيكم بيشرب؟ انا. بس ما ينفعش، انا راجعه سايقه مش طالعه. لا، واين خفيف جدا. هوصلك يا بنتي. اوكي طيب يلا. اوكي انا حابه انقي. نقي يا حبيبتي، يا رب تجيب لنا حاجه عدله. انا ممكن يا سوء اخد بيره. والله وكبرنا يا بنتي يا جيد. من امتى حبيبتي وانت بتشربي؟ فاكره يا واطيه مين اداني اول سيجاره في حياتي؟ انا. ما هو انت كنت مزوغه من حصه الكيمستري. لا، كانت حصه المات. يا نسيت. ما شاء الله على الذاكره انتوا الاثنين، ده انا جالي زهايمر يا عيال. لو سمحتي بطلي نق. ليه كده؟ بطلي نق انا على الذاكره. واو، صرصوره، ايه البراد التحفه ده؟ مفاجاه صح؟ جد. اطلبي واتمني. هنشربينا ايه؟ هندوق كده شويه حاجات. تعالي هاتي كاسات من عندك. لحقتي على الريحه ولا ايه؟ بصي يا ستي. ايه ده؟ ده براندي. عايزه ادوق. هتدوقي بس ما اعتقدش هينفعنا في القعده دي. معلش عايزه ادوق. قولي لي ايه رايك؟ جامد قوي. لا بجد حلو. اوكي. ده ايه؟ فودكا طبعا. ما بحبهاش بس عايزه ادوق. دي هتبقى قوية قوي علينا. كفاية. هتسكرك يا بيبي. هبة، حد يشربها سادة كده؟ سك؟ أنا صح؟ سك كده؟ هتسكري يا حبيبتي. ده وعين عارفة. وعين. أوكي. طب وإيه رأيك في ده بقى؟ عشان إيه؟ ده اللي غالباً هنشربه. طب أنا عايزة أدوق. أوكي. من غير كلام يعني. واو. ده اللي هنشربه. حياتي انتي ما بتتغيريش ابدا. ايه بنت الرجل الحلوه دي؟ طول عمرك قللت الادب. بصراحه رجلك طول عمرها عجباني. انتي اهلك ما عرفوش يربوكي على فكره. بموت في رجلي. ما تقبلش على فكره. والله رجلي ماشي وربوكي يا بنتي. يا بنت رجلك حلو. انا بمدح فيكي. ساره وهبه راحوا فين؟ روحوا اشتروا بيره ولا ايه؟ ساره يا ساره، نادي بنفس الطريقه اللي كنت بتنادي بيها في الكلاس. فاكره؟ يا هبه؟ 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 هزق. انا بتهزق حالا. هبه؟ ساره؟ يلا ساره؟ يلا هاتي الوعي. طبعا. هبه؟ ساره؟ يلا بينا. ساره؟
دوشه. يلا احنا الصراحه بنستهمل قوي، اتاخرنا عليها. ساره جايه. ايه الدوشه دي؟ ايه يا بنتي هاتي. مفيش. عيب عليكي نسكر ايه، بس هي اصرت تدوق من كل الازايز اللي عندي. بصوا انا لو حصل لي حاجه هرجع معايا حد فيكم. ما تخافيش انا هسألك. ماشي يا جماعه خلاص بقى ما تقلقوش انا هوصلكم. ليه؟ وانت ما بتشربيش؟ نو انا ماليش في الكحول. بجد؟ برافو عليكي، مبسوطه مني يا انتي طول عمري يا لولو. وعظيمه. لا 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 معلش انا مش هصدقكي، ثانيه واحده يعني ولا حتى كاس واحد؟ امال هببتي ايه يوم فرح؟ انتي مش هتبطلي بقى قله الادب دي وتحترمي سنك؟ لا خلصه. لا من الواضح ان كلنا بنتميز باباحه شديده. يا جماعه انا بشرب حشيش. الله اكبر. عارف اسود انت بجد بتحششي؟ انا فاكراكي محترمه، بعدين جوزك يعرف حاجه عن الكارثه اللي بتعمليها دي؟ ما هو اللي علمني. بجد؟ بجد؟ طب قولي لي قاعدين قولي بعد كده ما بتتروقوا وجسمكم يسيب وعضلاتكم تسيب مفيش تمارين رياضيه سد مد بننكد على بعض يا ساتر. هو ده جديد على فكره. طب يا روحي بقى قيس كده، انا محضره لك مفاجاه بنت لذينه. يا رب يطلع اللي في بالي. يا رب ايه اللي في بالك ده؟ ايه الواجب بقى ده؟ والنبي انت بالذات بلاش نق. انا اسكتي وبلاش نق. بطلي نق. استني بس يا بنتي. بطلي نق. مفاجأة. يا بنت اللذينة. واو جايبة الستاف ده منين؟ عيب عليكي بقى. البتاع ده كان ابويا بيشربه من زمان. فكرتيني بابوكي. عامل يخف. هو مش عيان اصلا، كويس زي ما هو بعد الشر عنه. الف ادي ساعات. الف انا ولا تلفي انت؟ لا انا حلف. اوكي. لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا، بس غالبا للاسوأ ولا ايه؟ انت اول نص ساعه خمره وحشيش وكلها ربع ساعه يدخل علينا البوكس بضهره ويلمنا كلنا اداب. حلو قوي الكونسيلر اللي انت حاطاه، جايباه منين يا عروبة؟ ده فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر. ايه ده يا بنت لسه غاوي ميك اب؟ خليني انت بس الشركه وانا هظبطك. اوكي. اوعي يا بنتي تكون مضروب وتحرق لنا وشنا. الله يرحم. تحرق لنا وشنا. ايام اللونه الجوز الهند ها؟ والروج بتاع امك البوبا اللي كان بيتسرق كل يوم. ما كانتش جوز الهند، كانت فراوله عشان محمد حاجه كده. ايوه هي ما كانتش اصلا حياتها غيره عشان اسرق منها حاجه. كاسي وخدي. معلش بقى ما لقيتش بيره. لا وانا همك بقى ما رضيتش احرجك، انا في بيتك وكده. انت ما عندكيش ولاعه يا بنتي؟ لا للاسف ما عنديش. استني. ايه البوليس؟ لم الحشيش بسرعه. استني ما حدش يشرب، لازم نقول تشيرز الاول. اوكي. وانا هروح فين انا بالبتاع ده؟ حطي الجوينت وقولي تشيرز عادي. ينفع عادي؟ يا امل مش باظ الاحسن. لا 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 لحظه مهمه جدا. بص اللي من 20 سنه عملنا نفس الوعد ده وعد منيل من 20 سنه، خمره وحشيش مش عارفين اللي هيحصل. يا رب اخلص من التشيرز اتعلق دراعي. تشيرز. بجد مبسوطة قوي يا جماعة. كل سنة وانتي طيبة يا سو. وانتي طيبة يا روحي. البتاع ده طعمه حلو قوي. شفتي؟ والبتاع ده طعمه أحلى. شفتي؟ طب يلا بقى كل قاعدة فيكوا تفتكر عملت إيه من ساعة ما سيبنا بعض الغالب دلوقتي. أحسن حاجة قلتيها النهاردة. استني. قبل ما نعمل كده بقى نشغل شوية مزيكا. يا سلام. سارة طول عمرها صاحبة مزاج. مش زيك بطاطس يا كفتس. صدقي بقالي كتير قوي ما سمعتش يا كفتس دي. تاخدي نفس؟ لا. مين الامور اللي بيغني ده؟ يا حماره ده راجل عراقي اسمه الهام المدفعي. اسمعي وتنزلي. بقالي سنتين بسمعه ومش قادره افهمه ولا حاجه. واخر الاغنيه بصدع اقوم قافلاها اخف عشان ما بتفهميش. صدقيني ما تسمعيوش. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ حد شاف الموبايل بتاعي؟ لا انت ما طلعتيش بيه هنا على فكره. ايه القلق ده؟ كان معاكي وانت معايا في العربيه. تلاقي البوي فريند بتاعها بيتكلمها وما بتردش عليه كبانه. يا جماعه هبه لسه فايقه تمام. عيب عليكي بس المصيبه سكرانه ومش قادره اقوم اجيبه. طب هاتي المفتاح.
اتفضلي. خلاص بقى كبري. هو لازم حاجه مهمه قوي يعني الموبايل؟ اه مهم. بصي ده اوبن وده كلوز وده كلوز وده اوبن. طيب ايه؟ طيب انا جايه معاكي. خليكي يا حبيبتي. لا 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 خلاص روحي معاكي. طب يلا يلا اوعى حد يحكي حاجه لغايه ما نيجي. ايوه راجعه فين انت يا هبله؟ انت راجعه راجعه ما تتاخريش بسرعه. متعودين نسهر مع بعض كل سنة في الجلالة، مش ممكن كنت أسيبك. أنا آسف يا هدية، حقك عليا ما تزعليش. أنا مخنوقة. أنا كمان مخنوق. أنت كمان مخنوق؟ تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. انت وحشتيني اكتر. الو. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. شكلك تعبانه، هكلمك بعدين. تعبانة قوي. طب يلا باي دلوقتي. باي. سعيد على حضرتك استاذ حمزه. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه؟ لا حضرتك انا اسمي ايه، بس في ناس بتنطقها غلط، هي بتتكتب كده بس بينطقها غلط. انا اسمي ايه. انا جايه اعرض على حضرتك بصراحه فكره حلوه جدا. انا بشتغل بروديوسر في قناه النهار وعندي فكره برنامج حلوه قوي 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 والله قوي. ما ينفعش واحد سياسي يعمل حاجات بتعمله، وبعدين انا بنت ازاي تمشي وتسيبني؟ لما تبقي بنت مش همشي واسيبك. سمية اللي انت لابساها الصبح ده وايه شعرك ده؟ انا لا سياسي ولا دبلوماسي ولا نيله. يعني ايه البس سواريه وانا جايه اتمشى الصبح في التراك؟ وبعدين انا ما نمتش من امبارح عشان اتكلم مع حضرتك. اسمعني واعرف انا عايزاك في ايه. انا لما احب اتكلم في اي حاجه في اي برنامج انا اللي بطلبه بقول له. بس انا جايبه لحضرتك فكره برنامج حلوه جدا والموضوع حلو، فيعني بيتهيألي ان الصح يعني انك تسمعني. سيبي لي نمرتك، اكتبي لي نمرتك في ورقه وانا هتصل بيكي. ايه ده بجد؟ لا يعني حضرتك موافق؟ طبعا طبعا. مش معقول بجد، حضرتك ذوق جدا. ميرسي. ذوق. بس انا معيش ورقه وقلم. معايا كروت، معايا كارت. احسن. كارتي اهو. تمام تمام. امتى بقى؟ النهارده. ايوه يعني الساعه كام؟ الساعة 5. 5 ايه، الصبح يعني ولا 5 المغرب ولا؟ لا طبيعي 5 المغرب مش 5 الصبح. تمام 5 المغرب صح. حضرتك اصلا ما نمتش من امبارح ولا حضرتك؟ طيب الساعة 5. اوكي هستنى تليفون حضرتك. تمام. هتعجبك الفكرة جدا ان شاء الله.
الساعه 5. باي باي. اي مع السلامه. ميرسي لحضرتك. ميرسي قوي. ميرسي. انا ما بحبش اللي يقتحموني كده. عالم زباله. ايه يا قال. صباح الخير. صباح النور يا رانيا. عندك ايه النهارده؟ عندي ميتنج للانتر ماركتنج بتاع الشركه دي، اللوجو بتاع هالتنال. مش هم المفروض كانوا يسلمونا ده لحد اللي فات؟ انا بجد مش فاهمه الناس دي. انا لدرجه ان انا بعت لهم ميل بستعجلهم فيه، وحضرت ورقي وكل حاجه، واخد مصطفى واروح اشوف ايه الموضوع. الناس دي مش ملتزمه، احنا لازم نغير الكونتراكت اللي معاهم. لا ما ينفعش، مش دي مشكلتنا خالص دلوقتي. احنا مشكلتنا ان احنا ناخد التصميم بتاعنا، هو ده المهم. سيبيني انا اتصرف معاهم. طيب اوكي اوكي. هاي جاي. صباح النور. كل سنه وانت طيب. طيبه. غريبة، كنت حاسة انك مش هتيجي النهاردة. ليه يعني؟ عادي، قلت يعني بتبارتي امبارح وكده فهتسهري ومش هتعرفي تيجي. ما انا سهرت فعلا. رحت فين؟ رحت عند صاحباتي وسهرنا وروحت على الساعة 2، نمت. اه قشطة. انا برضه امبارح كان عندي حفلة مع الباند بتاعي، قعدنا نلعب مزيكا لغاية الفجر كده، فقلت لو روحت ونمت مش هعرف اجي، فطبقت وجيت. انت غريب يا مصطفى بجد. اللي يشوفك ما يقولش عليك دكتور. انت الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص. بص، ما هو ده التميز، انت ازاي تعملي الحاجه اللي بتحبيها وفي نفس الوقت تعيشي كويس. يعني لان اللي انت بتحبيه دايما مش بيجيب فلوس، بس يعني بيعمل فرق في الحياه. ماشي يا عم الفيلسوف، نشوف شغلنا بقى. يلا انا حضرت الورق. اوكي تمام. طيب قشطه، انا هروح لهم. انا خليك انت. ما ينفعش، انا لازم ابقى موجوده، انا لازم اشوف ايه سبب التاخير. التصميمات دي لازم تبقى عندي بالكتير بكره. يا ستي خليكي انت، انا هروح، انا خليهم يخلصوا التصميم، هغتت عليهم، هرزل يعني، واحتمال اشتم وحاجه كده، فخليكي ما تسمعيش الحاجات دي. متاكد؟ جان. ها الموضوع انتهى. اوكي ماشي. اشتغل بيس. تصبح سلام. باي باي باي. ازيك يا بهنا؟ ايه الاخبار؟ تمام يا باشا، العوزية اتحددتها جلسه كمان 4 ايام ان شاء الله. المره دي اخر جلسه. بهجت من فضلك، انت المره اللي فاتت قلت لي ان دي اخر جلسه، انا عاوزك تبقى واضح ومحدد معايا في الكلام. يا باشا اطمن، استحاله تتاجل تاني ان شاء الله. خير يا استاذ حمزه. طبعا انا بعتذر من البدايه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد، بس يعني كان نفسي ان انا اقابلك بكل الطرق الشرعيه والطبيعيه، نتكلم في التليفون، اخد من حضرتك ميعاد. انا عارف طبعا انت مشغول، بس من واضح ان حضرتك مش عايز تكلمني. حتى النهارده الصبح اديت لحضرتك رقم التليفون ما كلمتنيش. اصل انا قطعت الكارت ورميته في الزباله. تمام. كنت تقولي يعني ان حضرتك مش فاضي، مش هتقدر تكلمني في التليفون. طب حضرتك اسمع، انا عايزاك في ايه؟ مش عايز اسمع. طب ليه مش عايز تسمع؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ لاني مش عايز. طرشتي؟ يا استاذ حمزه، باختصار انا جاي اعرض على حضرتك عرض مهم جدا. هتقدم فقرة في برنامج مهم، وبعدين أنا عارفة طبعاً إن دي حاجة سهلة على حضرتك ممكن تعملها، وأي مبلغ، أي مبلغ حضرتك هتطلبه هيجي لك، هيوصلك. أستاذ حمزة، أستاذ حمزة، أنت نمت؟ خلصتي؟ بس يعني في لسه حاجات كنت عايزه. خلاص قلت لك مش عايز، امشي.
طب والله ما انا ماشي وهكلمك بالذوق بالعافيه هكلمك. طب اقول لك على حاجه بقى، ادي قاعده ومش ماشيه. مالك دي الهانم قرفانة؟ لا، احنا كده لازم نهدى ونقعد ونشرب سيجارتين. مش قادرة اتكلم. ما تتكلميش؟ مين قالك اني عايزاكي تتكلمي؟ تلاقيكي نفسك في الستاف بتاع امبارح، مش عايزة تقولي. ها روقي، العيال سألوا عليكي على فكرة. هبة كلمتني وآية كمان. هم عاملين ايه؟ كويسين. عندهم مشاكل. مالكوا يا عيال؟ انتوا بقيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده. فاكرة أول يوم جاتلك فيه البيريد؟ نعم، في كده، في كده. أمك قالتلك إيه؟ قالتلي ما تخافيش، أنت كده كبرتي. وأنا كنت دايما بشوف الباد عندها جنب الميك اب، فالموضوع ارتبط بالنسبة لي. هكبر واستخدم الحاجات دي. تسألي ليه؟ اصل في بنت معالجة عندها عقدة من الدم جات لها البيريد. تخيلي بقى. قولي لها ما تخافيش، قولي لها ان الموضوع ده بيحصل لما بتكبر وطبيعي انه يحصل، عشان لما تكبر تقدر تجيب بيبي. حلو الحجر اللي في ايدك ده. المفروض انه بيجيب الحظ، بس الظاهر انه مفعوله باظ. الحظ جواك يا بنتي، بس كل حاجة في وقتها. زهقت من كل الكلام ده، مش قادرة اسمعها أكتر من كده. أنا بدور من أجيب بيبي علشان نفسي أبقى أم، بس أنا مبقتش طايقة. مش طايقة سيف ولا هو طايق، وعايزة اجيب منه بيبي وكل حاجة عكس بعض. مشكلتك انك برج الجوزاء. روقي بقى يا هديل، انتي لازم ترتبي حياتك الاول. علاقتك بجوزك مش مظبطه، لازم تظبطيها، وما ينفعش تتطلقه عشان انتي وسيف اللي بينكم كبير جدا. انا ما رضيتش اتدخل امبارح وانتي بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايزه اتكلم قدامه، بس انتي اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتظبطي علاقتكم. انتي يا هديل مش حد تاني. ها، وانا مش هقولك ازاي عشان انتي اكيد عارفه. مش قادره، وهو مش عايز يساعدني. خلاص، يبقى مش ذنب. ذنب الحاجات دي يا بنتي مفيهاش كرامه. ابدأ انتي عادي يعني، وبعدين سيجارتي اتطفت، هاتي نفس من عندك. دي كمان ما فيهاش كرامه على فكره، نفسين كمان. الله.
آه صبح أنا حمزة، اطلع خد الزبالة. علم زبالة، الصغير فاكر نفسه كبير والتافه فاكر نفسه بيفهم، وعيلة ما تسواش فاكرة نفسها مرة. وانتي ما لقيتيش غير الراجل المجنون ده وتتكلمي معاه؟ ده مجنون كريزي. راجل مجنون مين يا ست؟ يا مجنونة انت ها؟ يلا غوري ورا ما تاخدك. كان يوم اسود يوم ما جيت في العمارة ادك 60 ميل عليك وعلى جابك. ان غدا لناظره قريب. انا ما قلتش حاجة. انا عارف، هي عارفة كويس اوي انا بتكلم عن مين، وحياة امك لا ترضيك انت وابنك، انت فاهمة؟ ما شاء الله على الالفاظ. وانا اقول البلد خربت من ايه؟ ما هي دي الدبلوماسيه المعفنه. هي حلوه اول مره تسمعي الكلام ده. عالم زباله. يا حمزه باشا انا صبح البواب، عايز حاجه تاني؟ لا يا صبح متشكر، خد كيس الزباله وبالمره في زباله عندك على السلم خدها في ايدك. ماشي كتر خيرك. عم صبحي تعال. امريني يا ست هانا. اديك فلوس تجيب لي حاجة. عينيا بس كده. خد روح جيب لي 2 بيرة كنز. استغفر الله، ده منكر يا ست هانا، انا ما بشتغلش في المنكر. طب جيب لي 2 وخلي البيع عشانك. بس كده؟ عينيا يا ست هانا. بقول لك ايه، حمزه بيه عين عندي 4 مشبرين 100 100، اجيب لك منهم 2 واجيب لك حته جبنه وشقه بطيخ تمزمزي بيها، ايه رايك؟ ماشي، بس روح بقى يلا ظبطني. اوامرك يا ست هانم. السلام عليكم. وعليكم. ضرب الباقي ابن اللذين. كلام سارة ممكن يكون صح، تكون مختلف يا طارق عن اللي فات. دودة ازيك يا روحي؟ امال سارة والعيال فين؟ سارة بتتكلم في التليفون والعيال روح. لا لا يا الوطة دي ما استنيش ليه؟ انت مالك مالك فيكي حاجة؟ السجارة دي حلوة قوي، مسطولة جدا. انت لازم تبطلي القرف ده شوية. ليه؟ عشان خطر على صحتك جدا. مين قال كده؟ على فكرة انت بتكلمي دكتورة. حبيبتي مش بيحطوه ساعات في الأدوية اللي احنا بناخدها؟ مش في بلاد بتبيعه ليجلي؟ لا مفيش. لا في امستردام. خدي نفس. إذا كان كده مفيش مشكلة، أوكي كده يبقى صحة فل. إيه ده؟ شفتي؟ مش قلت أنا قلت إيه؟ منجنيز. جوجو حشتي. إيه ده يا بت؟ أنت يا بت مش بتحشيش؟ هذه اللي أقنعتني. البت دي بتتلكك. بقولك يا شوفي لي اي حاجه اشربها عشان انا يعني رجلي دابت من اللف. جبتي البدله؟ اه بعد ما طلع عيني. ليه؟ البي كان مستغليها. ليه؟ هي بكام؟ ب4000. الله، طب ما عنده حق طبعا، ما انت مطلعه عينه مصاريف وشبكه وزباله على دماغه. الله، مش هو اللي عايز يتجوز؟ اما انك بنت زباله صحيح، ويا عيني الغلبان طبعا مش قادر يتخانق معاكي، وانت اللي بتتخانقي معاه كالعاده. مش قوي كده، لسه دابين خناقه مع بعض. عشان البدله برضو؟ لا، بابا مش عايز يعمل جبانيوت وهو عايز. ايه الهبله دي؟
ايه يا هبله مالك؟ يعني ايه جبنيوت؟ جبنيوت يا روحي يعني نص اكليل. مالها دي؟ يعني ايه نص اكليل؟ نص اكليل يعني بنعمل عقد للخطوبه، يعني جبنيوت، جبنيوت يعني بنعمل عقد للخطوبه، يعني نص اكليل. ايوه، وابوكي ليه بقى مش عايز يعمل عقد؟ بابا مش عايز حاجه رسمي بيني وبين عماد. هو شايف ان احنا مش هنكمل مع بعض. موضوع ان احنا نعمل عقد الخطوبه ونرجع نفسخه تاني كارثه، مواضيع كتير قوي. طب ومين هيكتب الجبانيوت دلوقتي؟ ها؟ جبانيوت. سيبك منها دي مسطوله. يا حبيبتي لا، ايه اللي هيثبت ان هو جاب شك؟ الجبانيوت ده عندهم زي القايمه عندنا. برافو عليكي. شاطره قوي. الحاجات دي بتمشي عندنا حبي كده. لو حصل وما كملناش مع بعض اكيد هرجع له شبكته ومش هاكلها عليه يعني. يوه، التفاصيل الكتيره دي في الجواز هي اللي بتبوظ كل حاجه، سواء عندنا او عندكم. حاجه مستفزه جدا. البنت دي ما بتحبش خطيبها وبتمثل عليه. مش عارفه اذا كنت بحب عماد ولا لا. نعم، كل واحد في حياته عنده نسبه تمثيل. انا ما باذيش عماد، وبعدين هو مبسوط، مبسوط بطريقتي كده معاه. يعني مصلحه. يا حلاوه. ممكن هو مبسوط معايا كده وبيعمل لي اللي انا عايزاه. يعني ساعات بفكر فيه، ساعات ببقى مبسوطه معاه، بس مش دايما، مش كل الوقت. نعم، بس دي اسباب مش كفايه علشان الجواز. انا افهم يا بتحبيه يا ما بتحبيهوش، هو ده اللي انا اعرفه. ساعات بيكون في حب برضه الجواز ما بيبقاش جواز. ساعات بيبقى في جواز بس ما بيبقاش في حب. يعني برضه زي ما انا اقول هي مصلحة، وبدل في مصلحة يبقى ايه؟ ايه؟ يبقى كل واحد يعمل اللي شايفه في مصلحته. ويوناني، بيقولوا ده كان العازف بتاع الملك. هي دي اللي عند حضرتك في الصورة، وده بقى البيانو بتاع هنا. وأكتر مكان بترتاح فيه هي فين أوضتك؟ اتفضلي. ترجع من المدرسة تقعد في اوضتها ما تكلمش حد ما بتاكلش. وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها بيبي، وهي معقدة من رؤية الدم. هنا كانت مع مامتها لما عملت حادثة، وشافتها لما ماتت في المستشفى. ساعتها وهي ما تقدرش تشوف دم خالص. صباح الخير.
وانا في طريقي للمكتب. ليه تعرفي ايه؟ انا اسف. تعالي اقعدي. ايه ده؟ مش احنا اتفقنا ان انا اعلمك حاجه وانت تعلميني حاجه؟ ايوه بس انا مش عايزه. انا يا حبيبتي لو عايزه تبقي شاطره وكويسه في الموسيقى زي مامتك وجدك لازم تتعلمي تقري نوتة. بس ماما ماتت خلاص. ايوه يا انا هي ماتت بس بتحس بيكي وبتشوفك وبتتبسط لما تشوفك كويسه. تعالي بصي بقى يا ستي. تعزفي اللي انا عزفته؟ ممكن بقى تعزميني على شاي أفضل؟ أكيد. وبعد كده تعالي نشرح لك قصة البيانو. بس البيانو ده فيها قصة مهمة جدا. البيانو ده أكتر من 7 مين جابني؟ انت اتجننت؟ شيل البتاعه دي من وشي. امشي براحتك. مش خليلك اللي في ايدك دي. هو احنا نفضل قاعدين كده كتير؟ مش هنعمل كاستنج النهارده ولا حاجه؟ يلا البنات تتفضل. اسمك ايه يا اروى؟ هو انا اول مره اتعامل معاك ولا ايه؟ اخلاصي. اسمك ايه؟ استنى بس، انت بتقولها اسمك ايه يا اروى؟ يعني انت عارف اسمها؟ بتسالها ليه؟ يا نجمه انا اعرفه لكن انت ما تعرفهوش، زياده التاكيد. الله. ايه يا عم جعفر، انت بتتكلم مع الاستاذه؟ انت فاكرها بنت اختك الصغيره ولا ايه؟ اعدل كلامك يا ابني مع الاستاذه. صباح الفل يا اروى. الحمد لله على السلامه. انت يا بنت حلاوتي كده اللي انت مستحميه يا بنت ولا ايه؟ من اخر مره خرجتي وانت كنت في الانعاش، امك عامله ايه وابوك؟ يخرب بيت ام اللي جابوك. انا شغالك المزيكا وعايزك تشقلبي وتعملي حركات كده عشان نعمل البتاع ده حلو بقى. انا الواد العفريت، انا الواد العفريت، انا الواد العفريت، انا الواد العفريت،
بنت انت، هو كفايه كده، احنا ايه هنرقص؟ احنا جايين نرقص ولا ايه؟ الراب في اللي حصل ده يا ست الكل حلو ولا ايه؟ عسل عسل. اضربي لك بقى واحد خليكي جدع. شكلها هتمسح على كده على فكره يا موحى. مفاجأة. انت ليه ما روحتش الشغل؟ يا حبيبي شغل ايه دلوقتي يا ولا وقته؟ مساء الفل. نو ثانك يو، مش قادرة. احنا لسه الظهر على فكرة. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتب. سيف معلش، النهارده كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج، سيبك بقى من ام الشغل ده بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولا باب لك سيجاره؟ ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع العلوم. لا بجد؟ ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ لا هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليها؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملت الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. صح، انت اللي مش عايزه تغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعملي بشكل مختلف كده. اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه والله العظيم، متخلفه وغبيه كمان. مالي انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما اتخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل حبيبتي انا بعمل كل ده عشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايز تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا واقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. بجد وشك مشرق قوي النهارده. فعلا زي الامر. مشرق. اوكي ميرسي. انا لازم اروح المكتب اوكي؟ لو سمحتي. ميرسي ميرسي. حساب ايه؟ مصدقتي بجد؟ عملت نفسي مصدقه. لا ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حاجتي واكلمك. مش هرد عليك. ده انت بخيله بقى. انا بخيله ومش عايزه اعزمك تاني. طب عشان خاطر اقعدي شويه كمان. بجد اتاخرت على المكتب. بقول لك ايه صحيح؟ انا كنت عايز اعمل سيتس لورود في الفرع في الشركه عندي، يعني عايز اخد توكيل منك كامل. لا ما ينفعش، لان كل اللي بنتجه بصدره لبره، واصلا انا انتاجي قليل. طب والحل ايه؟ الحل الموضوع ده محتاج تفكير. خلاص بقى يبقى نقعد ونفكر دلوقتي. صباح الخير هبه. ايه ده؟ ايه المفاجاه دي؟ بابا وماما يا هبه. اتفضلي يا ماما اتفضلي. اهلا يا هبه. اهلا يا عمر. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. ازيك انت يا هبه؟ انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ابدا انا ومامتك حبينا نشرب القهوه قلنا نغير المكان.
بس سوري يا طارق اتأخرنا عليك. اصلي اتخانقت مع اختي ناني في النادي. ليه يا ماما؟ ستي مش كويسه يا طارق، الفاظها مش حلوه، وبتقعد تعمل بايديها كده وتشوح بايديها وبتتكلم حركات كده وصوتها عالي. عارفه يا هبه لما تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تردي على الانواع دي خالص، فاتخانقت معاها وقلت انني ما تجيبيش اختك تاني معاك. شفتي يا هبه شخصيتها قويه ازاي، حكمت على صاحبتها ما تجيبش اختها معاها النادي، حاجه تجنن. طيب انا مضطره استاذن، عندي شغل كتير. بس احنا نفسنا نقعد معاكي يا هبه. خلاص يا انكل تتعوض المره دي، ما تتحسبش يا هبه، انا عايزه اقعد معاكي واعرفك اكتر. ان شاء الله يا دكتور. انا وصلت. لا انا عارفه الطريق، عن اذنكم. اتفضلي يا هبه. انت ليه يا ماما تفهميها ان احنا مرتبين كل حاجه وانكم جايين؟ انا بستغرب، يعني احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد في حته تانيه، تيجي تعتذري انك تاخرت على ميعاد طارق؟ خلاص ما خدتش بالي. اكيد زعلت. تزعل ليه؟ دي حاجه كويسه ان اهلك يشوفوها، معنى كده ان انت جد ومش بتلعب، وبعدين عايزين نتعرف على باباها ومامتها. ايه رايك يا بابا؟ فكرتني بايام زمان طالع لابوك. طارق. ايه بقى انت ما بترديش ليه؟ انا اتصلت بيكي 10 مرات، انا قلقت. طارق احنا ما فيش بينا اي حاجه تخليك تجيب انكل وطنط يشوفوني. بابا وماما جم بالصدفه. طارق احنا كبار بدرجه كافيه تخليك تفهم اني بفهم، وبعدين انا ما بحبش الكذب. انا اسف. ما تعتذرش من فضلك، لان اللي حصل حصل. ايه بقى انا عايز اعرفك اكتر. ما انا عارفه ده، بس انا ما بجيش في الاسلوب ده، وقلت لك 100 مره خلينا اصحاب وكل حاجه تيجي في وقتها، بس الظاهر ما فهمتش كلامي. اوعدك اني هفهم، بس انت كمان لازم تحاولي تفهمي ان انا متغير. انا مش فاهم انا ازاي كده. انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجه غير اوعدك. حاضر. انت رحتي المكتب؟ لا. امال انت فين؟ في مشوار. طيب عدى عليكي بالليل؟ لا لان عندي مواعيد. طيب هتصل بيكي تاني. نتكلم بعدين عشان مستمعك كويس. الحمد لله. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ الحمد لله. اللي نزعل بدري يا بت. ما قلت 100 مره بطلت تقولي كلمه بت دي، بطلت تناديني بالطريقه دي. بت و60 بت كمان يا بت. ام هبه خلاص سيبيها، بطمن عليها، ادي اخر دلعك ليها. سيبيها وما تكلمهاش دلوقتي. ها يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش معايا يا استاذه هبه، اعجبك كده؟ انا اسفه يا ماما، ما تزعليش مني. انا تتكلمي معايا كده يا هبه؟ انت غاليه. مالك يا بنتي؟ مفيش. في حد مزعلك؟ في حاجه في الشغل؟ طمنيني يا بنتي، طمنيني. مفيش يا ماما، سيبيني في حضنك بس. خليكي في حضني يا حبيبتي براحتك. انا عارفه ان انا جاهله، بس بحس وانتي بتحطي مفتاح البيت وانتي داخله اذا كنتي زعلانه ولا مبسوطه. وعارفه كمان ان انا لو قلت كده لامي زي انتي ما قلتيلي كانت نزلت على دماغي بالبلغه بتاعت ابويا، عملت لي تربانه في مخي. بس عشان انا ام، اللي بيقولوها دي في السياسه ديمقراطيه. هي الديمقراطيه دي ديمقراطيه
ايوه الديمقراطيه. بس تعرفي يا هبه، هقول لك على سر. انا كلمت ابوكي واقنعته انه يدخلك المدارس بتاعت الكنايس الراهبات ودخلك الجامعه بتاعت امريكا. ماشي. وقلت له يا معلم يعني لازم كده ايه معلم. هو انت كنت بتقولي له يا معلم؟ ها ها يعني انا كنت بحب ادلعه شويه. الله 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 يا مهيبه، هو انت ليكي في المسائل دي؟ لا لا لا، تعالي تعالي احكي لي، ما كنتش اعرف ان ليكي في المواضيع دي. تعالي احكي لي بس، كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ ده انت طلعتي صهانه كبيره. شوفي البت وهبالها. اي نعم انا جهله بس مش حماره. يا ستي انا الجهله والحماره، المهم كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ يعني اقنعته انه يدخلك المدارس الاجنبيه الحلوه والجامعه الحلوه وسمع كلام. انا اسفه يا امي، ممكن نرجع لموضوع الدلع والمعلم؟ اه انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ عشان خاطري. اه عشان خاطري. بصي بقى يا استاذه، دلوقتي بقى هتشوفي النجم عربي حماده بالستايل الجديد بالنيولوك الجديد هتنبهري. السلام عليكم كابتن مصر. صباح الفل. قول كمان نجم الكون، نجم الكره الارضيه، نجم الكره الشماليه والغربيه. ايه عربي اللي انت عامله في نفسك ده يا عربي؟ قول كمان. اعرفك بقى بالهرم بتاعنا عربي حماده. انت عارفه الثلاث اهرامات بتوع الجيزه؟ ده ابن عمتهم الصغير. ازيك يا قمر؟ ها؟ هو ده بقى عربي حماده؟ نيو لوك؟ نجم النجوم الكره الارضيه والشماليه واطلع فوق وانزل تحت والجيزه وشبرمنت واهرامات الدنيا كلها. هرم. بقول لك يا عربي، نظام ورقه الشوكولاته اللي انت لابسها دي ما تلزمنيش. ولا ايه يا ابو؟ صح يا استاذ. ماشي. وركز معايا عشان بقى جايبه لك ستايلست، جايبه لك كام بدله كده وكام طقم لازم تلبسهم. لا 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 يا باشمهندس، الكلام ده ما ياكلش معايا، مش العربي حماده اللي حد يلبسه. يا نجم يا نجم، دي قصدها البدل والقمصان والحاجات دي يعني. استنى انت بس كده يا جعفر، اقعد لنا على جنب. بص يا استاذه، انا جايب معايا شويه شيرزات، انما ايه لوكس اللكاسه، هنلبس بقى عليهم كده شويه شواكت تمام حدوته قبل النوم. التيشيرز ده والشاكيت بتوعك دول انساهم خالص، والكلام ده ما ينفعنيش. ولا ايه يا موحى؟ طب شوفيهم الاول وبعد كده نبقى نتكلم. يا استاذه يا استاذه، استني بس نشوف وجهه نظر النجم. ولا ايه يا موحى؟ ولا ايه يا استاذه؟ اسمع كلام انا بقى واشتري مني. عربي المره دي هيجي لك انسان تاني، هيجي لك تحفه فنيه رائعه. هو ايه كل حاجة عندكم؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما ينفعش يا جماعة، انا ما ينفعنيش النظام ده ابدا. ولا ايه يا موحى؟ ام سوري يا استاذة، استحمليني. لا ما تقولي يا دكتورة، ولا اقولك يا باش مهندسة. ولا ايه يا موحى؟ اللهم صل على النبي. ايه ده يا عربي ده؟ بسم الله ما شاء الله، مش قلتلك تحفة فنية رائعة؟ قول كمان النجم. تحفة يا نجم. اظن بقى كده يا استاذة ما عندكيش اي حاجة، انا كده عملت اللي علي. لقد طلع سمك يا لمع في البق. بقول لك ايه يا عربي؟ ايه ده يا عربي؟ عشان انا اعصابي باظت منكم. هو ده اللي انت بتشرب؟ هو ده. امسك، سيبك من الاتنين دول مش هينفعوك. اسمع كلامي، نجرب بقى اللبس اللي انا جايباه والبدل الحلوه الشيك وشوف هيطلع عامل ازاي. انا صدقني عايزاك تطلع احسن من الاول. اسمع كلامي بقى. ولا ايه موحه؟ ثانك يو دونت اني بات يو هاف دونت ماي لايف. Thank you.
هذا